السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم في مكون القراءة لمجال الصحة والتغذية والرياضة والأصفار. لمجال الصحة والتغذية والرياضة والأصفار تحت عنوان مات مجلان ولكن. مات مجلان ولكن. إذا لاحظوا معي جيدا أبنائي، لاحظوا جيدا المشهد. ماذا تلاحظون في المشهد؟ لاحظوا جيدا. نعم جيد، تلاحظون سفن. نعم سفن. نعم لاحظوا جيدا، هذه السفن هل هي قديمة أم حديثة؟ نعم جيد جيد، لاحظا هي قديمة، سفن قديمة، قديمة العهد، قديمة العهد. إذا لاحظوا جيدا تتوفر على أشرعة. لاحظوا جيدا، هل هذه السفن تتواجد في البحر؟ لا، إنها قرب اليابسة، بمعنى أنها متوقفة، بمعنى أنها متوقفة. هل يوجد على متنها بحارة؟ لا، فهي فارغة، لأن البحارة إذا لاحظتم جيدا هم على هنا على الأرض متوقفون. نعم جيد، إذا ما علاقة العنوان بالصورة؟ إذا نقرأ العنوان أولا، مات مجلان ولكن. إذا العنوان مات، إذا من الذي مات؟ مجلان. ومن هو مجلان هذا؟ نعم إنه رحالة برتغالي اشتهر بركوب البحر والاستكشاف. نعم وقد ولد سنة 1480 ميلادية وتوفي سنة 1521 ميلادية. إذا توفي هذا الرحالة ولكن، بمعنى هناك استدراك. إذا ماذا حدث بعدما توفي مجلان؟ ماذا حدث؟ إذا هناك علاقة بين الصورة والعنوان. نعم بما أن مجلان رحالة واشتهر بركوب البحر، إذن وأننا نرى في الصورة سفن، سفن، إذن فمجلان يستعمل السفن من أجل الانطلاق في رحلاته. إذن هناك علاقة بين العنوان والصورة. إذن هل هناك علاقة بين العنوان والصورة والنص؟ لا نعلم، لم نقرأ النص بعد. إذن تتبعوا معي بالأسور، سأقرأ عليكم النص، سأقرأ عليكم النص. مات مجلان ولكن. شحن مجلان مراكبه بزيت كثير، زيت وعدس ولوبيا وجلبان وسميد وعسل وسمك جاف وقديد وكثير من البصل، وأبحر وهو يمني النفس بعودة سالمة وربح كثير. كانت الطريق البحرية طويلة والرحلة شاقة، وبعد مرور أيام ظهرت اليابسة، فامتلأت القلوب أملاً والنفوس فرحا. رست السفينة فاستسلم راكبوها للراحة لا للنزهة والاستجمام، ثم نادى فيهم قائدهم هيوا لإصلاح ما تعطب من المراكب وتعويض ما نفذ من الذخيرة حتى تأمنوا خطر البحر وعذاب الجوع. فأقبل الجميع على العمل، بعضهم يصلح المركب ويرتب محتوياته، وبعضهم يشتري ما يحتاجونه. وتتابع الإبحار والإرساء إلى أن فاجأتهم عاصفة هوجاء كادت تلقي بهم في قاع البحر، لكن خبرة مجلان أنقذتهم من ذلك الخطر العظيم. مكث البحارة على الأرض ينتظرون هدوء العاصفة، ودام انتظارهم شهرين دب فيهما اليأس إلى القلوب، ثم
ثم صفى الجو فاستأنفت المراكب سيرها وتوغلت في بحر عظيم لا آخر له. عبرت في أكثر من 100 يوم نفدت فيها المؤونة وكاد الجوع يقتل الركاب حتى الشباب منهم. وذات صباح صاح أحد الملاحين: الأرض الأرض! فهرع كل الركاب إلى النقطة التي كان الملاح يشير إليها. أدركت السفن الأرض ونزل الركاب، فإذا أشجار مثقلة بثمار يانعة وأنهار تجري فيها مياه صافية عذبة وطيور ملونة بألوان زاهية تزقزق بل تنطق بكلمة أو كلمتين. وكنا نتساءل: أنحن في حلم أم يقظة؟ وواصل ماجدان كما يروى رحلة دامت شهورا بل أعواما، رحلة مات أثناءها هو وكثير من أصحابه بعيدا عن وطنهم. مات ماجدان ولكن واصل الناس الرحلة واستكشاف الكون عن مجلة كل العالم بتصرف. إذا أبنائي، هل هناك علاقة بين العنوان والصورة؟ نعم، جيد، هناك علاقة بين العنوان والصورة، إضافة إلى أن هناك علاقة بين النص، يعني بين على هناك علاقة بين العنوان والصورة والنص. فيتحدث النص عن ماجلان وهو يقوم برحلته من أجل الاستكشاف على متن سفنه و الأخطار التي واجهته وموته ومواصلة البحارة للرحلة، ولكن بمعنى ولكن واصل الرحالة الرحلة. واضح؟ إذن هناك علاقة بين العنوان والصورة والنص. إذن أبنائي، ما هي نوعية النص؟ ما هي نوعية النص؟ نعم، جيد، نوعية النص هو نص وظيفي يتحدث عن الرحلة التي قادها ماجلان رفقة مجموعة من الملاحين. نوعية النص هو نص وظيفي يتحدث عن الرحلة التي قادها ماجلان رفقة مجموعة من الملاحين. نعم، جيد، ما مصدر النص؟ من أين أخذ هذا النص؟ نعم، أخذ النص من مجلة كل العالم، من مجلة كل العالم بتصرف. ما هو مجال النص؟ مجال النص الصحة والتغذية والرياضة والأصفار. إذا أبنائي، كي نشرح بعض المفردات، علينا أن نلجأ إلى قراءة النص من جديد وأن نتوقف على شرح بعض الكلمات أو بعض الجمل التي يمكننا أن نجد فيها مشاكل. إذا انتبه، سأقرأ: شحن ماجلان مراكبه. شحن بمعنى ملأ، شحن بمعنى ملأ بزيت كثير، زيت وعدس ولوبيا وجلبان وسميد وعسل وسمك جاف وقديد، والقديد هنا هو اللحم المجفف، وكثير من البصر، وأبحر وهو يمني النفس بعودة سالمة وربح كثير. هذه هي الفقرة الأولى من النص، يعني تتحدث هذه الفقرة عن الاستعدادات التي قام بها ماجلان ومن معه من الملاحين قصد الرحلة. الفقرة الثانية: كانت الطريق البحرية طويلة والرحلة شاقة، وبعد مرور أيام ظهرت اليابسة فامتلأت القلوب أملا والنفوس فرحا. رست السفينة بمعنى توقفت على اليابسة، فاستسلم راكبوها للراحة لا للنزهة والاستجمام. والاستجمام بمعنى الاستمتاع. نعم، بمعنى أن راكبي هذه الباخرة وهذه السفن توقفوا
فتوقفوا فأخذوا قسطا من الراحة من ولم يأخذوا قسطا من الاستمتاع والاستجمام في الهيزة. ثم نادى فيهم قائدهم: هيوا لإصلاح ما تعطب من المراكب. تعطب يعني ما تعطل، نعم، وما أفسد في المراكب، وتعويض ما نفذ من الذخيرة. والذخيرة المقصود بالذخيرة هو ما يدخر ويخبأ من زيد أو مؤونة لوقت الحاجة. الذخيرة هي ما يدخر وما يخبأ من زيد أو مؤونة لوقت الحاجة. أثمن حتى تأمنوا خطر البحر وعذاب الجوع، فأقبل الجميع على العمل. بعضهم يصلح المركبة ويرتب محتوياته، وبعضهم يشتري ما يحتاجونه، وتتابع الإبحار والإرساء إلى أن فاجأتهم عاصفة هوجاء. كادت هوجاء بمعنى عاصفة هوجاء، يعني عاصفة جد قوية كادت تلقي بهم في قاع البحر، لكن خبرة ماجنانا أنقذتهم من ذلك الخطر العظيم. مكث البحارة على الأرض ينتظرون هدوء العاصفة، ودام انتظارهم شهرين. دب فيهم اليأس إلى القلوب، ثم صفى الجو بعد، فاستأنفت المراكب سيرها وتوغلت، بمعنى دخلت إلى الأعماق، وتوغلت في بحر عظيم لا آخر له. عبرت في أكثر من مئة يوم نفذت فيها المؤونة. المؤونة المقصود بها هي الزاد والذخيرة. وكاد الجوع يقتل الركاب حتى الشباب منهم. وذات صباح صاح أحد الملاحين: الأرض! فهرع كل الركاب إلى، يعني هرع بمعنى جروا، إلى النقطة التي كان الملاح يشير إليها. أدركت السفن الأرض، بمعنى وصلت السفن إلى الأرض. ونزل الركاب فإذا الأشجار مثقلة بثمار يانعة، بمعنى يانعة من ينع أي طاب وحان قطافه، يانعة وأنهار تجري فيها مياه صافية عذبة وطيور ملونة بألوان زاهية، بمعنى ألوان جميلة تزقزق بل تنطق بكلمة أو كلمتين. وكنا نتساءل: أنحن في حلم أم في قدر؟ إذا إلى هنا انتهت الفقرة الثانية، يعني معنى هنا تحدثت هذه الفقرة عن الأخطار التي واجه كل من ماجنان ومجموعة من البحارة أثناء رحلتهم وخروجهم من هذه المحنة بسلام بفضل حنكة ماجنان وخبرته في مجال أو في ميدان البحار أو في مجال البحر. إلى الفقرة الأخيرة وهي الفقرة الثالثة. وواصل ماجنان كما يروى رحلة دامت شهورا بل أعواما، رحلة مات أثناءها وهو كثير من أصحابه بعيدا عن وطنهم. مات ماجنان ولكن واصل الناس الرحلة واستكشاف الكون. إذا لاحظوا جيدا أبنائي، إذا النص يتحدث عن رحلة دامت شهورا ودامت أعواما، وقد نفذت فيها المؤونة، وقد قاموا بإصلاح ما تعطب من المراكب وتعويض ما نفذ من الذخيرة حتى يأمنوا خطر البحر وعذاب الجوع، ولكن في الأخير مات من كان يقودهم وهو ماجنان. ولكن السؤال الذي يطرحه هنا: هل توقفت الرحلة؟ لا، مات ماجنان ولكن لم تتوقف الرحلة، بل واصلوا الرحلة. لهذا نجد العنوان: مات ماجنان ولكن لم تنتهي الرحلة هنا، بل واصل من كان معه الرحلة. إذا بعد قراءتنا للنص وبعد تحليل بعض المصطلحات وبعد الوقوف على فقرات، إذا تبين لنا أن النص ينقسم إلى ثلاث أقسام، يمكننا أن نقسمه إلى ثلاثة أفكار أساسية. الاستعدادات التي قام بها ماجنان وأصدقاؤه من أجل الرحلة،
حينما حملوا المراكب بمجموعة من أنواع الأطعمة التي لا تفسد كاللوبيا كالقديد كالسمك المجفف. هذا النوع من الأطعمة لا يمكنه أن يقوم على أن يفسد لأنه قابل أن يدوم مدة طويلة. وبما أن الرحلة ستأخذ وقتا طويلا كان لابد أن يأخذوا هذا النوع من الأطعمة حتى يأمنوا أنفسهم من الجوع. إذا الفقرة الثانية تحدثت عن الأخطار التي واجهت ماجيلان ومجموعة من البحار أثناء الرحلة. فماجيلان تعرض لمجموعة من الأخطار. الخطأ الأول بالعاصفة الهوجاء، ثم الجوع الذي صادفهم، إلى غير ذلك من الأخطار. ولكن خرج ماجيلان ومن معه من البحارة خرجوا بأمان. لماذا خرجوا بأمان؟ لأن ماجيلان هو متفوق في هذا المجال ويمكنه أن يستعمل ذكاءه في هذا النوع من المشاكل ليخرج بأمان. في الفقرة الأخيرة تبين موت ماجيلان ومواصلة أصحابه للرحلة. نعم، فقد مات، فالرحلة دامت شهورا، دامت أعواما ولم تتوقف إلى أن مات ماجيلان. ولكن الرحلة هنا لم تتوقف لأن أصحابه واصلوا الرحلة. ومن هنا في خاتمة هذا النص تجيب عن السؤال الموجود أو تستدرك إجابة عن عنوان النص: مات ماجيلان ولكن واصل أصحابه الرحلة. أما الفكرة الأساسية التي أو الفكرة العامة التي يمكننا أن نخرج بها هي أن الرحلات ساهمت الرحلات والأسفار في اكتشاف العالم وتحقيق كثير من الفوائد. بمعنى أن الرحلات والأسفار التي يقوم بها الرحالة لها دور كبير في اكتشاف العالم وتحقيق كثير من الفوائد. ومن بين الرحلات المشهورة رحلات التي قام بها ابن بطوطة وهو مغربي الأصل، والرحلات التي قام بها كريستوف كولومبوس الذي قام باكتشاف قارات واكتشف مجموعة من الأماكن. إذا لها هنا كانت هذه الرحلات قد حققت الكثير من الفوائد. إذا إلى هنا أبنائي أكون قد استوفيت معكم تحليل هذا النص. ولكن قبل أن أودعكم أطلب منكم أن تبحثوا عن معلومات تتعلق بجوانب سيرة ابن بطوطة. المطلوب منكم أن تبحثوا عن معلومات تتعلق بجوانب سيرة ابن بطوطة، وبالطبع على ضف صرت تتبع عنه. وشكرا.